أسائلة تقول في أخ يريد أن يتزوج المرأة مسلمة وهو سيسافر من بعيد وسيجتمعان أهليهما لنظرة الأولى إلى البنت فهل يجوز للرجل الإرسال صورة وصورته قبل سفر لكي لا تضيع المال والوقت إن كانت المرأة لن ترضى به؟ يعني تقول شرعي قبل الزواج. اي نعم. يجوز النبي صلى الله عليه وسلم اباح النظر للمخطوبه كما اباح المخطوبه ايضا تنظر الى مخطوبها قبل الزواج. فيجوز هذا، ما في مشكله ان شاء الله. لا حرج. يعني لا حرج في يعني الفيديو والصوره. ما في باس. جزاك الله خير شيخ. نعم.